لا لا تعد حد شوي تعد. إذا لحتى أحكي وخبرك عن حالي ما قلي جليتك حلي عني. لك يا خبزولك هالتعبير أنت اللي بتستعمليها، ظاهر إنه ما عندك أهل لأنك عن جد بلا ماربة. أنت شو عم تعملي هون؟ مركي جلع عندك زبونات شو بتعملي؟ لا خلاص، ما أنا اللي اشتغلتهم بالليل بعتهم كلهم، أنا هاي كل يوم بحضر لتاني يوم، القريش الجبن اللبني للظهر بيكونوا مبيعوا، وبرجع بالليل بشتغل لتاني يوم. ما خرجك شغل. شو قلتي؟ ما خرجك، لو خرجك كنت بتشتغل أكتر لتطلع أكتر، بس أنت هيك، مهم آكل وأشرب، فيش لي يعني. ليكي وليه؟ ليكي وليه؟ إذا بعد بتقللي احترام معي، ما بتعرف شو بعمل فيكي ها؟ شو بتعملي يعني؟ بتحرقيني؟ بتضربيني؟ بتطفي فيي سواقير؟ شو بتعملي؟ بتشحطيني من البيت بالليل؟ تفيحة أنا هالقصص كلها معودة عليها، تمسحت. دخلك؟ ما في شجرة هون حامل شي طيب؟ لنسرقها؟ هذا أنت؟ هاي افتكرتك تفاحة قلت بتكون ما قدرت على فراقي ورجعت. تفضل. ما فهمت شو في شي بيضحك؟ تفاحة اسمها كتير بيضحك. وانت لهالقد نظرتيها مناطرة كان مبين انه ما بدها ترجع أبداً.